عالسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. عندي برشا ما صورتش فيديو، ديكو حاسة روحي هكا ويرد. في الفيديو متاع اليوم جيت باش نعمل لكم ميني بوك اول سلاش بيرثدي جيفتس. نبداو بالكتاب الاولاني اللي هو دايزي ميلر اند اذر تيلز اوف هنري جيمس. هنري جيمس is an American British author ويعني il est considéré comme l'un des meilleurs novelists في novelist of English language. وهذوما يعني collection of novels ولا short stories، وحبيت نقرا له هنري جيمس، ذاك علاش خذيته الكتاب هذايا. وحبيت زيد على الاديسيون المزيانه هذه اللي هي بينغوين كلاسيكس، فوالا دونك ديما نشوف فيها هذايا، وكي لقيتها قلت خليني ناخوها. الكتاب اللي بعد اللي هو Poésie complète de Rimbaud, l'auteur voilà le poète français Rimbaud. حبيت زاد نكتشف لي بويم نتاعو. الكتاب اللي من بعد سيموتير ولا بيت سيموتاري دو ستيفن كينغ. فوليديسيون المزيانه هذه، والكتاب هذايا تنجموا تقرأوه في المواهدية، تنجموا تشاركوا مثلا في تشالنج The Black November. وسمعت عليه برشا الكتاب هذي، ذاك علاش قلت خليني نقرأه. الكتاب اللي من بعد اللي هو متاع الكريفان إيطاليان أمبرتو إيكو. أمبرتو إيكو قريت له العدد صفر وعجبني، ذولي أقصر كتاب عنده، أقصر رواية. وقريت له زادة النون فيكشن هذية اللي هو ست نزهات في غابة السرد. يعني نحب نقرأ هذية لنون دلا غوز. شوفوا الكوفرتور كيف نية بلوتو. فوالا بون كبير شويه الكتاب، اما سمعت عليه برشا هكا الكتاب، هذاك علاش حبيت نقراه. الكتاب الاخراني هو دو جابرييل غارسيا ماركيز لو سكاندال دو سيكل. عندي زادة بالانجلي، بديت نقرا فيه شويه بالانجلي اللي هو The Scandal of the Century. ولقيت هذايا بارازار، جيت ناخذه ولا ما ناخذوش، وحصيله جاني كادو. اما ماهوش رومان الكتاب هذايا، سو سون دي زيكري جورناليستيك كيما مكتوب، يعني مجموعه مقالات كتبها مركز ومجموعة في الكتاب هذايا. بديت نقرأ فيه شوية وعجبوني، يعني مقالات متنوعة. وفوالا كانت هذه فيديو اليوم، نشوفكم إن شاء الله في فيديو جاي، وباي باي.